أهلا بكم متابعي قناة المجلة الكرام. سوف نتعرف اليوم على أصحاب الأعراف، من هم وما مصيرهم في آخر الأمر، وهل حقا يوجد مكان يقع بين الجنة والنار؟ ولكن قبل أن نبدأ في حلقة اليوم، اضغط لايك للفيديو وادعم القناة كي نستمر معكم في تقديم الجديد إن شاء الله. الأعراف جمع عرف، وهو سور عال يطلع منه أصحابه على أهل الجنة وأهل النار، وفي نهاية المطاف يدخلهم ربهم عز وجل جنته ولا يدخلون النار. وأرجح الأقوال فيهم أنهم أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم. يقول ابن كثير رحمه الله: اختلفت عبارات المفسرين في أصحاب الأعراف من هم، وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد، وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. أما عن مصيرهم فالقرآن والسنة لم يصرحا بشيء فيه، لكن ورد في كتب التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن الله سبحانه وتعالى سيرحمهم ويدخلهم الجنة. قال تعالى في سورة الأعراف: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. قال ابن القيم رحمه الله: فقوله تعالى وبينهما حجاب، أي بين أهل الجنة والنار حجاب، قيل هو السور الذي يضرب بينهم، له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. باطنه الذي يلي المؤمنين فيه الرحمة، وظاهره الذي يلي الكفار من جهتهم العذاب. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف، فوقفوا على الصراط ثم عرفوا أهل الجنة وأهل النار، فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا سلام عليكم، وإذا صرفوا أبصارهم إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. فأما أصحاب الحسنات فإنهم يعطون نورا يمشون به بين أيديهم وبأيمانهم، ويعطى كل عبد يومئذ نورا، فإذا أتوا على الصراط سلب الله تعالى نور كل منافق ومنافقة، فلما رأى أهل الجنة ما لقى المنافقون قالوا ربنا أتمم لنا نورنا. وأما أصحاب الأعراف فإن النور لم ينزع من أيديهم، فيقول الله لم يدخلوها وهم يطمعون، فكان الطمع للنور الذي في أيديهم ثم أدخلوا الجنة
وكانوا آخر أهل الجنة دخولا. نرجو منكم محبي ومشجعي قناة المجلة نشر فيديوهاتها بعمل شير للفيديوهات التي تحوز إعجابكم وعدم الاكتفاء بالمشاهدة، تشجيعا منكم على دوام استمرارنا بإذن الله تعالى. لكم منا كل التحية والاحترام، فريق عمل قناة المجلة.